أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أبعاد تصريحات الرئاسة حول مشروع الاتفاق الذي ترعاه السعودية بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. قال الرئيس هادي أن مشروع اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الحكومة والمجلس الانتقالي ينهي التمرد في الجنوب. جاء حديث الرئيس هادي في اجتماع له بهيئة مستشاريه بحضور نائبه ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، وأشار إلى أن الاتفاق الذي حددت الحكومة فيه أولويات واضحة ما زال مشروعا إلى حين التوقيع عليه. في هذه الحلقة نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل يمثل الاتفاق حالة حل حقيقي للأزمة أم شرعنة للتمرد؟ وهل تبقى للشرعية أوراق لإثبات وجودها أمام الضغوط التي تواجهها؟ نبدأ النقاش بعد التقرير. أيام قليلة مرت على إعلان التوصل إلى مشروع اتفاق مبدئي ترعاه السعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً. اتفاق نص على تقاسم السلطة بين المحافظات الجنوبية والشمالية بالمناصفة، وتعود الحكومة الشرعية إلى عدن، ويتضمن في أهم بنوده إعادة ترتيب القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية. الرئيس هادي وفي أول تصريح له حول الاتفاق قال إن مشروع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي ينهي التمرد في الجنوب. حديث الرئيس جاء بعد انتقادات كثيرة في الوسط السياسي لمضمون الاتفاق الذي حددت ملامحه السعودية والإمارات، حيث أشار هادي إلى أن الاتفاق ما زال مشروعاً إلى حين التوقيع عليه. مراقبون وجدوا أن دور الشرعية سيكون صورياً بعد الاتفاق، إذ سيقتصر على لعب دور المشرع لاستمرار بقاء التمرد، وستكون الشراكة شكلاً، بينما مضموناً لن يكون بمقدور الشرعية الحضور بشكل فعلي في عدن وغيرها، وسيكون الاتفاق بمثابة الدخول بمرحلة مشابهة لاتفاق السلم والشراكة بين الشرعية والحوثيين بعد الانقلاب حد وصفهم. لكن في المقابل وجد آخرون أن الاتفاق سيفضي إلى التفرغ لمواجهة الحوثيين واستعادة الدولة، حيث قال مدير مكتب رئيس الجمهورية عبد الله العليمي أن هذا الاتفاق يعد انتصاراً لمتطلبات معركة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي. أسئلة عديدة إذن حول مشروع الاتفاق الذي ترعاه السعودية، وانقسام في أوساط الحكومة الشرعية، وتوجس وتخوفات من تثبيت الوضع في الجنوب وفقاً لما أنتجه التمرد الذي دعمته الإمارات ضد الشرعية في عدن. إذن تابعنا التقرير حول موضوع الحلقة، ونبدأ النقاش مع ضيفنا من تعز المحلل السياسي والكاتب عبد الهادي العزعزي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي بداية. أهلا وسهلا. بداية، كيف تقيم خطاب الرئيس هادي أثناء اجتماعه بهيئة مستشاريه ونائبه ورئيس الحكومة ورئيس الوزراء؟ هو متفائل بهذا الخطاب وبما خرج به اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي؟ إلى الآن مع الأسف الشديد لم يخرج الاتفاق بصيغته النهائية، وأعتقد أن كل الأطراف لا زالت تضغط باتجاه إحداث بعض التعديلات فيه. لكن إجمالا، إذا كان ما سرد من هذا الاتفاق بحد ذاته قابلا للتنفيذ على الأرض، فإنه يمكن أن يسهم في حلحلة قسم من المشهد الذي عانت منه الحكومة منذ تحرير عدن إلى اليوم. يمكن أن يجعل الحكومة يدا طولة في المحافظات الجنوبية، وهذا ما يأمله الطرف الحكومي. سوف يمكن الحكومة من القيام بمهامها، وسوف يجعل ربما المرحلة القادمة تعتمد في معركة التحرير اعتمادا كاملا على الحكومة اليمنية وعلى الجيش الوطني، إذا كان ظاهر هذا الاتفاق كما أعلن، ما عدا بعض التوجسات القائمة في هذا الاتفاق. موضوع الشراكة 50-50 هذا أحد نتائج مؤتمر الحوار، وموضوع أيضا مسألة دمج القوات المسلحة وغيره لا يمكن أن يقبل أي طرف داخلي أو خارجي أو أيا كان أن توجد سلطة برأسين وأدوات خشنة على الأرض. السلطة مفهومها العام أنها المحتكر الوحيد للعنف، فإذا لم تستطع أن توفر هذا الاحتكار الوحيد للعنف فلا معنى للسلطة هنا، بل يكون المعنى سلطات.
لكن يبدو أن هناك تفاؤل، ومع الأسف الشديد طيب قبل أن يتم التوقيع رسميا على الاتفاق، ما الذي يعنيه قول الرئيس عبد ربه منصور هادي أن مشروع اتفاق الرياض ينهي حالة التمرد في الجنوب؟ لأن هم يحسبون هذا الموضوع من ناحية تنازع السلطات. إذا استطاعت فعلا الحكومة قبل أن تبدي أي تغييرات حقيقية دمج الوحدات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي المعروفة بالنخب والأحزمة في وزارتي الدفاع والداخلية، هنا تكون نوعا ما أعطت الحكومة السيادة على هذه المناطق على الأقل في هذا الجانب، أي أنها تصبح المحتكرة الوحيدة للعنف، وبالتالي هي صاحبة اليد الطولة. هذا التمرد هو تمرد عسكري، فهنا أنهى الشق العسكري في هذا التمرد، أي أن الحكومة ترى أن قوة المجلس الانتقالي ليست في الشارع كما يزعم هو، لكن ترى أن قوته في الأزرع العسكرية التي يمتلكها، أي في القوى الخشنة وليست في القوى المدنية كما هو ظاهرا مما من تهديدات الانتقال بمظاهرات أو غيرها، لكن الإشكال الحقيقي اتضح أنه في القوى العسكرية فقط. طيب نشرك معنا بالنقاش أيضا من عدن الزميل الصحفي صلاح الصقلدي، أهلا بك أستاذ صلاح. أهلا، مساء الخير عليكم وعلى سائر المشاهدين جميعا. الرئيس هادي من الرياض يقول أن اتفاق الرياض ينهي حالة التمرد التي قام بها الانتقالي الجنوبي، هل سيتعامل المجلس الانتقالي بإيجابية وينهي حالة التمرد في العاصمة المؤقتة وباقي المحافظات الجنوبية؟ أولا أنا أتحفظ على مفردة التمرد، فما يتم في الجنوب وفي عدن هو أساسا على خلفية القضية الجنوبية، هناك قضية سياسية قضية وطنية موجودة منذ ربع قرن، فما نراه اليوم هو عبارة عن تأثيرات لهذه القضية، وهو عبارة عن مضاعفات لهذه القضية وتداعيات لغياب الحل السياسي للقضية الجنوبية خلال هذه الفترة. فتوصيف التمرد وما كان قبله يسمى بالانقلاب هو توصيف غير دقيق على الإطلاق. فما قاله الرئيس علي اسمه ما قاله الرئيس عبد ربه اليوم هو عبارة عن تطيب خاطر للطرف الحكومة التي تشعر بأن الرئيس وافق على وتنازل عن كثير من الأمور للطرف المجلس الانتقالي الطرف الجنوبي، وبالتالي أرى في هذا الاتفاق أرى فيه من خلال ما تم تسريبه، لأن إلى الآن لم ينشر أي اتفاق رسميا على الإطلاق حتى الآن، ولم يوقع رسميا بقدر ما كان هناك توقيع أولي وتم توقيع على مسودة، أما إلى الآن لم ينشر، ولكن من خلال ما تم نشره من خلال البنود التي تم نشرها واطلعنا عليها فهي عبارة عن هي تتحدث كثيرا عن الهدف الأمني والعسكري، ولا تلامس كثيرا من القضية السياسية، فأي ترتيبات عسكرية أمنية هي فاشلة 100% إلا أن يكون هناك معالجة سياسية عادلة للقضية الجنوبية. فالرجوع إلى أس المشكلة وإلى جذرها ومعالجة صحيحة وعادلة سيكون له بدون شك سيكون له هناك تأثير إيجابي بالجانب الاقتصادي بالجانب الخدمي بالجانب الأمني وغيرها من المجالات، اما القفز على الحل السياسي الى امور امنيه والى امور عسكريه واختزال الموضوع بانه عباره عن مجموعه من المرادات فهذا يدافي الحقيقه ويؤسس للعنف ويؤسس لكثير من الاوضاع بالمستقبل. هل هناك حاله قفز ان تشير الى حاله قفز؟ طيب استاذ صلاح انت الان تحذر من ان يكون سنوات صلاح من تم الانتفاضه الصحيحه ومنصفه، فكل ما يتم الان هو عباره عن محاوله لترسيخ فكره الدوله الاتحاديه في الذي اقر خلفه في عام 2013 و2014، وبالاخير لا اعتقد بان هذا الاتفاق سيرى النور على الاطلاق ان لم يكن هناك له ضوابط اولا ويناقش الجانب السياسي بالتوازي مع الجانب الامني، لم يكن السياسي هو المدخل. طيب تقول ان هذا الاتفاق طيب استاذ صلاح تسمعني استاذ صلاح؟ نعم.
تقول أن هذا الاتفاق لن يرى النور إلا إذا كانت هناك ضوابط ومعايير معينة. طيب ماذا فيما يخص الترحيبات التي تأتي على لسان قيادة المجلس الانتقالي بما سرب على الأقل من هذا الاتفاق؟ هل هو ترحيب شكلي وهناك مواقف أخرى في الكواليس؟ بدون شك هذا المجلس الانتقالي منذ بداية الأزمة انتهج بنهج ينم عن النظوظ، ينم عن التهادئة، ويحاول أن يخلق جو من الظهار حسن النية وتهيئة الأجواء لأي اتفاق، لكن بالأخير ما أعتقد أن إذا كانت هناك شروط مدفعة وتمس القضية الجنوبية فما لا أرى أن هذا الخطاب سيستمر كثيرا أو أن هناك سيتم تنازل من قيادات المجلس الانتقالي، فالمجلس الانتقالي هو الآن واقع بين جرس بين حاجتين رحاء بين الضغوطات السعودية والحكومة من طرف والمطالب الشعبية والجماهيرية والسياسية بالجنوب من جهة أخرى، فحتى وإن بدأ هذا الخطاب لينا إلى حد ما لكن بالأخير هي يحكم على الواقع وهل سيكون هناك هل الطرف الثاني سيبقى بذات القرار؟ هل هناك ستكون تراتبية عادلة وضمانات متبادلة للتنفيذ أم أن سنرى نسخة مكررة من اتفاقية العاري الاتفاق التي تم توقيعها قبل حرب عام 94 وجرى لها ما جرى من تآمر ومن مكايد وبالأخير سميت بعد انتهاء الحرب باتفاقية الغدر والانفصال؟ فأنا أخشى أن المسألة اليوم هي النسخة لما شاهدنا من تجارب عديدة، حتى اتفاقية الشراكة عندما الأطراف لم تكن لديها نية سليمة ونية صادقة تجاه بعضها حصل ما حصل، وكل هذا ما نراه اليوم هو عبارة عن نتائج احتيالات الأطراف التي وقعت على عدة اتفاقيات وعدة تحالفات، بالتالي إن لم تكن هناك نية صادقة والاتفاق يتضمن حقوق الأطراف بشكل عادل ومتساوي ويتم تنفيذه بإشراف إقليمي وإشراف دولي وإشراف محلي بعناصر وجهات. طيب ممكن أن نعود ونتحدث عن ضمانات تنفيذ الاتفاق؟ تبقى معي أستاذ صلاح وأعود للأستاذ عبد الهادي العزعزي. بما أننا نناقش اليوم اتفاق الرياض من زاوية ترحيب الرئاسة والتصريحات الأخيرة للرئاسة حول الموضوع، هناك اليوم من يشبه هذا الاتفاق من حيث الأجواء والتوقيت ربما بما حدث في صنعاء في اتفاق السلم والشراكة، ما رأيك بذلك أولا؟ وأن هناك أيضا نفس الترحيب كان من الرئاسة وكانت ربما هناك ضغوط مشابهة وفيما بعد حدث ما حدث. لا أعتقد أن العملية متفقة بالسلم والشراكة، السلم والشراكة كان بمثابة اعتراف بجماعة الحوثي التي استغلته لتحول العملية باتجاه آخر، لكن ما حدث في المحافظات الجنوبية أو اتفاق الرياض ربما يأخذ بعدا آخر لأنه تم بعد عملية السيطرة. أما اتفاق السلم والشراكة فقد أسس للسيطرة وكان عبارة عن إملاءات منتصر على مهزومين بمعنى أدق، لكن بالنسبة لاتفاق السلم والشراكة يعني بالنسبة لاتفاق الرياض أعتقد أنه أخذ مدى كاف من التفاوض وكانت الأطراف قد خاضت قبله حربا ولم تخوض بعده حرب، وإنما أتى بحكم مسألة التمويل بحكم مسألة الارتباط. وأما الجزء الأهم في المسألة أن المسألة السياسية طرحت لها أسسا للمعالجات في مؤتمر الحوار الوطني، اليوم هناك تمثيل كما طرح للقوى السياسية الجنوبية سواء مؤتمر حضرموت الجامع المجلس الانتقالي أولا ثم بقية المكونات الحراك الثوري ومؤتمر حضرموت وغيره كما سرد من الاتفاق والذي لا نستطيع الجزم عليه حتى نرى النسخة كما قال الأخ صلاح النسخة النهائية لهذا الاتفاق. وهذا الاتفاق أيضا لا بالتأكيد سوف يكون له برنامج تنفيذي وملحقات، هذه الملحقات هي الخوف هنا أن لا يدري الالتزام بها وبالتالي تتشابه مع ما عرف بالسلم والشراكة من حيث التزمين لآلية التنفيذ
وما ورد، لكن بقاء المملكة العربية السعودية كضامن لهذا الجانب ربما هي تملك أدوات أقوى بخصوص التمويل المالي، بخصوص مجموعة كبيرة من الأدوات، وهي التي تطرح الآن في الواقع، وهي المسؤولة الأساسية عن مدى سلامة التنفيذ وفق البرنامج الملحق بالاتفاق، باعتبار أن الاتفاق سيتناول قضايا أساسية، لكن بالضرورة أن تكون هناك ملحقات تنفيذية دقيقة. أشكرك جزيلا عبد الهادي العزازي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من تعز. عود للأستاذ صلاح. أستاذ صلاح، ما هي المكاسب التي وفق ما سرب على الأقل الآن من اتفاق الرياض حققها المجلس الانتقالي الجنوبي برأيك؟ نعم، أنا أشرت إلى هذه النقطة بكثير من الكتابات مؤخرا، لعل من أهمها أولا أن الجنوب أصبح على الرأس السياسي باسم الجنوب، وهذه المرة الأولى منذ عام 94، حتى إلى قبل أشهر لم يكن أحد يتحدث مع الجنوب، على الأقل يستخدم كلمة الجنوب. اليوم بحسب المسودة التي انشرت فإن هناك طرفان سماهم هكذا بالاسم، يعني الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. الأمر الآخر أن المجلس الانتقالي استطاع أن يفرض القضية الجنوبية على المستوى الإقليمي على المستوى المحلي، فضلا عن انه في هذا ان صحت هذه البنود فهو استطاع ان ينتزع، لا باس منها اولا ان الاشراف داخل الجنوب سيكون اشراف من السعوديه وليس الحكومه اليمنيه، اقصد الاشراف على الوحدات العسكريه والامنيه بعكس ما كان من قبل. هذا بالاضافه الى ان المجلس الانتقالي استطاع ان يقول بان للجنوب قضية سياسية يجب أن تمثل بأي تسوية سياسية قادمة، وهذا كان معدوم تماما إلى قبل أشهر، حيث الجولات الحوار والمفاوضات التي شهدها أطراف الصراع في اليمن من الكويت إلى السويد تجاهلت القضية الجنوبية تماما وشطبتها من الخارطة. اليوم الجنوب يحقق كثير من الانتصارات السياسية، لا أقول أنها كافية ولا أقول أنها كلها، ولكن انتزعت شيئا كثير الذي بواسطته يكون الجنوب قد وضع رجله تماما بأول خطوة على السلم، وبالذات في الجانب السياسي. أما مسألة دمج القوات الجنوبية وما تسمى حزمة الأمن الحزام والمخاب وما غيرها من الوحدات، فأرى في هذا أنه سيكون هناك صعوبة كبيرة جدا، وأنصح المجلس الانتقالي أن لا يقبل هذه النقطة على الإطلاق، ألا بعد أن يكون هناك تسوية سياسية أو على الأقل وجود ملامح للتسوية السياسية العادلة. أما إذا تم إدماج هذه الوحدات هي بالآخر ستكون عملية ابتلاء على هذه الوحدات الجنوبية، وسيكون بالتالي نزع مخالب الجنوب يفهم، يفهم من كلامك استاذ صلاح انه كان المجلس الانتقالي سيتعاطى مع اتفاق الرياض، انه سياخذ ما يوفره له هذا الاتفاق من مكاسب سياسيه، لكن فيما يتعلق بالشق العسكري والامني لن يتم تنفيذه. لا ارى ان المجلس الانتقالي سيكون بوسعه ان ينفذ هذه النقطه قبل اي تسويه سياسيه وقبل معرفه ما هي الدوله القادمه وما شكل هذه الدوله. اما اذا تم تمسك الطرف الاخر بمشروع السياسي الذي تم صياغته قبل هذه الحرب وتم صياغته بمعزل عن الجنوب واستمرت هذه الشرطه بان تقرب وتكرر هذا المشروع السياسي، وفي نفس الوقت تحاول ان تنتزع البندقيه الجنوبيه وتنتزع المقاومه الجنوبيه وتنتزع هذه الوحدات الجنوبيه قبل هذا التسويه السياسيه، فهذا هو انتحار سياسي يقدم على المجلس الانتقالي، واتمنى ان لا يقدم على هذا الا بعمليه تنسيق وعمليه موازعه من جانب هذا الجانب العسكري والامني مع الجانب السياسي. القضية الجنوبية هي قضية سياسية بحاجة إلى بندقية تعززها، فنحن نعيش في خضم مطلق من الميليشيات من القوى القبلية ومن القوى المتطرفة من القوى الأحزاب التي تخدم كم هائل من الضرائب للجنوبيين وللجنوب كله وليس فقط للمجلس الانتقالي. أشكرك. وذريعة معادلة الانتقالي وذريعة الخلاف مع المجلس الانتقالي هي نفس الذريعة التي تم تدور الجنوب عام 94، نفسها التي تم حطوا الموضوع كان الخلاف مع الحزب الاشتراكي اليمني فيما تبدت الامور بالاخير بان المستهدف هو راس الجنوب كله كثروه وقويه وتاريخ وشعب.
أشكرك جزيلا أستاذ صلاح السقلدي. تكرر الساعة، أتمنى أن لا يكرر مجلس الانتقالي نفس الأخطاء اللي كانت تتابعها الاشتراكي من الملك عندما تخلى عن القوات المسلحة ودخلت في واحدة غير مكتافة وغير بدون أي ضوابط، وأخشى أن يكرر اليوم نفس الخطأ. طبعا أشرت إليها هذه النقطة ربما. أشكرك جزيلا صلاح السقلدي صحفي كنت معنا من عدن. أرحب بضيفنا من الأردن العاصمة الأردنية عمان تحديدا المحلل السياسي عبد الناصر المودع. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. أهلا أخ سامي، تفضل. بعد التسريبات حول مشروع الاتفاق وترحيب الرئيس هادي اليوم، هل يمكن القول أن حضور الشرعية سيكون حقيقي أم شكلي في الجنوب؟ يعني هو حضورها في الأول والأخير هو شكلي، هو لأنه القوات الأمنية في عدن ستظل حتى إشعار آخر تابعة للمجلس الانفصالي، وبالتالي أي وجود لحكومة تحت رحمة قوات أخرى لا معنى له، إلا إذا يعني استمرت في القول بأنها حكومة لا تتدخل في السياسة ووظيفتها فقط تصرف معاشات للمتمردين. اما لانه لني هذا وفق التسريبات استاذ عبد الناصر ملحقات عسكري وامني يتحدث عن دمج تشكيلات المسلحه ربما ضمن قوام المؤسسه الدفاع. يا اخ سامي يصعب الاطراف المتناحره هذه من تجارب اليمن ومن تجارب دول اخرى شبيهه باليمن. الاتفاقات التي تتم في الدول وتنجح عندما يكون هناك مؤسسات الأمنية والمؤسسات الجهاز المدني وأجهزة الاستخبارات والجيش محايد ومستقل، وبالتالي يكون هناك اتفاق سياسي. لكن احنا لا نتحدث في الواقع، انت تتكلم عن قوات حاربت وتقاتلت، تقاتلت حديثا وتقاتلت قديما، هناك ثار قديم وهناك ثار حديث، ايضا مختلفة سياسيا جهويا وخياراتها صفرية تجاه بعضها البعض. يعني مستحيل انت تدمج لي هذه القوات هتعمل دمج شكلي ويكون هناك وزير داخلية أكان من هذا الطرف ونائب من الطرف الثاني، وكل قوات تلتزم فقط بالأوامر التي تأتيها من الطرف المسؤول عنه، لا في مؤسسة ولا في مؤسسات، هذا إذا تم دمجها فعليا. كما أيضا ذكر الأخ صلاح كلامه، هذا الكلام هو أمر طبيعي جدا، لن يسلموا أسلحتهم لا هم ولا يسلم أصحاب عبد ربه أسلحتهم لخصومهم. إحنا ما نتكلمش أيضا على جيش شرعي وقوى انقلابية، إحنا نتكلم على ميليشيات كانت ميليشيات عبد ربه الذي هي ميليشيات جهوية برئاسة ابنه من أبين وشبوة، كان اسمها الحماية الرئاسية، وميليشيات فعلتها الإمارات معظمها من المثلث، وبالتالي ليس هناك جيش وطني او مؤسسات امنيه. قد ينزعج البعض من حديثك استاذ عبد الناصر انك توصف اليوم ما يعرف بالجيش الوطني بانه ميليشيا. بالفعل هو ميليشيا، لم يوجد جيش وطني منذ لم يؤسس جيش وطني، هو يعني يكون صريح، الاصلاح اسس له ميليشيا وسماها جيش وطني في مدينة تعز وفي مارب وفي شبوة، وعبد ربه أنشأ له ميليشيات من شبوة وأبين سماها حماية رئاسية وبعض القوات، والإمارات أنشأت لها النخب والحزم وقوات طارق، وكلها في الأخير هي صياغ الميليشيات، ليس هناك جيش وطني، لأن الجيش الوطني أولا ينبغي أن يكون جيش ليس له عقيدة حزبية، ليس له انتماء جهوي، ليس له نزعات انفصالية، لكن ما هو موجود على الأرض. هل ادي لي نسخة واحدة من هذه القوات ينطبق عليها معيار الجيش الوطني؟ لا وجود الجيش الوطني، وبالتالي العملية ليست هو عملية فيما يخص ضمانات، فيما يخص ضمانات التشكيلات العسكرية المسلحة والأمنية، ماذا عن ربطها بإشراف سعودي يقال أنه أهم ضامن ربما لتنفيذ هذه الخطوة؟ يعني السعودية الآن تروح لعدن تدير فوضى، تدير نزاعات كل يوم، هذا يقول لك هذا فعل بي، هذا اعتدى علي، هذا هاجمني زي لعب الأطفال.
لن يحدث شيء من ما يحلموا. هذا الاتفاق هو عبارة عن، أنا شبهته بحفرة ضمن الحفرة الكبيرة، حفرة جديدة، مشكلة جديدة، لأنه أساسه باطل منذ البداية. ليس هناك من شكل من أول، لا وجود للجيش الشرعي ومؤسسات شرعية، إضافة إلى أنك تريد أيضا أن تدخل قوى انفصالية 100% لا تؤمن بالدولة، وتريد تحطها في مناصب سيادية وداخل مؤسسات دولة لا تعترف بها. يعني بأي منطق هذا؟ فهذه كلها أسس غير صحيحة. ما يحدث الآن، السعودية فقط تريد من خلال هذا الاتفاق تريد تخلص من هذه المرحلة التي ورطتها فيها الإمارات. هذه كانت خطة إماراتية منذ البداية، كانوا يريدوا أن يسيطر أصحابهم على كل الجنوب، ثم يذهبوا إلى السعودية ويسلموهم أمر الجنوب ويضعوهم في السلطة في الحكومة ويرجعوا. هكذا كانت الخطة الإماراتية. هذه الخطة الإماراتية فشلت لأنهم لم يستطيعوا أصحابها أن يسيطروا على كل الجنوب، سيطروا فقط على جزء من الجنوب، وحتى السيطرة أيضا كانت هشة، وكان يعني على وشك خسارتها لولا التدخل الإماراتي السافر بالطائرات لمنع هزيمة. سؤال الأخير أستاذ عبد الناصر، كيف تقرأ مستقبل وتحديدا في الجنوب إذا ما مر هذا الاتفاق على الصيغة الحالية التي نشرت؟ يعني هذا الاتفاق فقط هو يدخل يعني مشاكل جديدة، ويضيف مشاكل جديدة وتعقيد جديد في المشهد اليمني وتحديدا في المشهد الجنوبي، لأنه هذا الاتفاق أيضا هو بيحل مشكلة الزمرة والطغمامة، بيحلش مشكلة اليمنيين، وهذا بيشير إلى 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 الدرك الذي وصلت له السعودية. بدل من ما تتحول الأمور أنهم الآن يحلوا مشكلة اليمن الكبرى، أصبحوا يحاولوا يحلوا مشاكل فرعية وصغيرة تدخلهم أكثر في نفق مظلم، مثل ما قد دخلت اليمن في هذا النفق المظلم. بالتالي يعني لنكون واقعيين، هذا الاتفاق فقط يكون عملية استعراضية إعلامية. السعودية تقول أنها حققت إنجاز، تنهي الشهرين من الجلسة الذي ما لها معنى تحت حجة أن هناك مفاوضات، ثم ينتقل كل طرف للملعب ليمارس هوايته بالصراع مع خصومه. كانوا في الوقت الحالي يعني كما هو الآن واضح، الجبواني والميسري في شبوة بيحشدوا لإفشال هذا الاتفاق، ليس لأنهم حريصين على سيادة اليمن لأنهم قد فرطوا بها، ولا على وحدة اليمن أيضا، هم أنفسهم على المستوى الشخصي قد قالوا في هذه الوحدة ما لم يقوله كل أي انفصالي مثلهم مثل الانفصاليين، لكن لأنها تهز مصالحهم، مصالح هادي ومصالح جماعته لصالح خصومهم، ولهذا هم الآن بيحشدوا هناك للانقضاض على هذا الاتفاق بشكل أو بآخر. وبالتالي كل واحد بيحفر حفرة، وحتى لو بيوقع يوقع باليد اليمين وهو باليد اليسار بيجهز نفسه للغدر وللانقضاض على خصمه. لهذا لا نتوقع من هذه الاتفاق الذي هي أيضا ليست اتفاقية، هي عبارة عن وثيقة بتصيغها السعودية من الأول هي والإمارات، وفي الأخير يريدوا أنهم يفرضوها على هذول المتصارعين. أشكرك جزيلا الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر مودع، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج الحلقة محمد عبد المنعم.